الباحثين بره مشغولين بفكره جديده وغريبه ومش عارفه هي ممكن تكون مستساغه بدنا ولا لا. في نفس الوقت الفكره دي هي قائمه على فكره استزراع اللحوم، يعني بيشتغلوا على تقنيه انهم يزرعوا اللحوم في المختبرات والمعامل، وده بدل مثلا ما يذبحوا ماشيه او عجول بيزرعوا الانسجه دي في المعمل، الانسجه المفروض انها هتتحول لقطع من اللحوم. الابتكار ده سموه اللحم المستنبت أو اللحم الصناعي. يا ترى ده ممكن الناس تتقبله؟ يا ترى ده ممكن الناس توافق عليه في الوقت اللي احنا كل الوقت بنقول تعالوا نتجه للحاجات الطبيعية؟ لكن خلينا نبص لناحية تانية، يا ترى ده ممكن يسد لنا فجوة من فجوات الغذاء اللي موجودة؟ تعالوا نشوف وصل لغاية فين ونعرف. ابتكار علمي جديد عمل طفرة غير مسبوقة في عالم صناعة الغذاء. القصة بدأت بمجموعة من العلماء قدروا يوفروا تقنية لزراعة اللحمة في مختبرات ومعامل علشان الحفاظ على البيئة وتوفير أكبر كميات من اللحوم يقدر العالم كله يستفيد منها، وتم تسمية الابتكار ده باللحم المستنبت أو الصناعي. المتخصصين في علوم التغذية في العالم استغربوا جداً من الابتكار، ووصل إن البعض منهم ما صدقش الموضوع أصلاً وشككوا في تجاربه، لكن في فريق تاني شايف إن ده ابتكار علمي استثنائي غير مسبوق وهيعمل طفرة في العقود اللي جاية وهيوفر حلول بديلة لنقص الغذاء العالمي وكمان هيحافظ على المناخ من التلوث. اللحمة المستنبتة مأخوذة من خلايا حيوانية بيتم استنباتها في المختبر بدل من اللحوم المذبوحة، ودي بتكون واحدة من أشكال الزراعة الخلوية. بيتم إنتاجها باستخدام العديد من تقنيات هندسة الأنسجة المماثلة والمستخدمة بشكل تقليدي في الطب التجديدي. وسبق وانتشر مفهوم اللحمة المستنبتة عن طريق جيسون ماثني في أوائل عام 2000 بعد مشاركته في تأليف ورقة بحثية عن إنتاج اللحوم دي. وفي 2013 كان مارك بوست أستاذ بجامعة ماستريخت هو أول واحد عرض دليل على مفهوم استنبات اللحوم في المعمل، وده من خلال أول شريحة برجر من لحوم مستنبتة في المعمل. وفي الوقت ده حازت العديد من النماذج الأولية من اللحوم المستنبتة على اهتمام عالمي، إلا إنه بسبب محدودية الأنشطة البحثية في المجال ده مفيش حد عرف يسوق النوع ده من اللحوم بشكل تجاري. ده غير إنه مفيش دراسات أو أبحاث عرفت إذا كان المستهلكين هيروحوا يشتروا اللحمة المستنبتة ولا لأ. كمان في مجموعة من الباحثين في اليابان قدروا إنهم يتفادوا سلبيات الجهود البحثية اللي فاتت عن اللحوم المزروعة في المعامل والمختبرات، وحصلوا على عينة لحوم بحبيبات وملمس لحم الحيوانات الحقيقية. علشان كده بتعتبر تقنية إنتاج اللحوم عن طريق المختبرات واحدة من التقنيات اللي هتعمل ضجة كبيرة في الأوساط العلمية، خاصة مع التطوير اللي بيحصل فيها بشكل كبير.